لحظات حضور جلسة الطفل المبتور الياض لحديث الولادة بمستشفى المركزي بإقليم زغورة، والتي هذه القضية التي أثارت غضب ساكنة الإقليم ككل. نعم. إلى درجة أنها أثارت غضب المغرب العميق والمغرب على الصعيد الوطني ككل. نعم. مما أدى إلى هيئة حقوقية تتبع هذا الملف بصرامة، ولا يمر يوما إلا ونحن ندلي بصوتيتنا عبر الواتساب في إطار هذه القضية التي نعتبرها أول جريمة تستحق انضمام الجميع حول هذه الأسرة المكلومة التي عانت لمدة 3 سنوات ولا زالت تعاني من أجل جناية التي نراها اليوم في المحكمة ودرجات في إطار جنحة، مما يجعل تكييف الملك ابتدائي من البداية أنه جانب الصواب. نعم. لأن القضية متشعبة وفيها عدد كثير من الجوانب التي تستحق المتابعة الجنائية وليست الجنحة. نعم. وهذا إن دل على شيء فإنما أنما الضحية أنما المتهمة وضعت لأجل تغطية على الجريمة كأنها شجرة تغطي على الغابة. نعم. لأن لا يمكن لهذه المتهمة وحدها أن تقوم بهذا الجرم الشنيع داخل مؤسسة عمومية التي من واجب عليها أن تحمي الإنسان البشر وتحمي جميع المرتفقين. نعم. كانوا رجال أو نساء، صبيان، كبار، شيوخ، إلا أنها فوجع الجميع بجريمة نكرة تقع داخل مؤسسة عمومية بسبب الإهمال والعملية وعملية التستر على الجرم من طرف الجهاز المسؤول على الإقليم على وزارة الصحة، وزارة الصحة بإقليم زغورة. لهذا نطالب من المحكمة الموقرة، ونتمنى أن تكون وفق أملنا بالثقة التي وضعناها فيها بحكم الملك بين يديها، أن تنصف الضحية وتقضي بما يجب في هذا الملك حتى يتم انصاف الضحية وأسرة الضحية وجميع أبناء الإقليم المهمش، هذا الإقليم الذي يعاني حول هذه القضية 3 سنوات، 3 سنوات مريرة على أبناء إقليم زغورة، وهم يخشون حتى الالتحاق إلى هذه المؤسسة الصحية بإقليم زغورة. وإلى متى يمكننا أن نكون منصفين كأبناء الإقليم، ومتى يمكننا أن نفرح بمؤسسة في مستوى تطلعات ساكنة الإقليم؟ ونحن في المغرب العميق الذي يعاني ويمتل بالمغرب غير نافع. اليوم نتمنى من الجميع أن يحذو حذو هؤلاء الحقوقيين والصحافة لإدراج هذه المساهمة في هذا الملف حتى يكون منصفا للجميع، لأن قضيتنا قضية واحدة وليست قضية الأسرة وحدها، إنها قضية إقليمية ووطنية. ظاهرة عصابة الكنوز أو البحث عن الكنوز وأنهم تضحوا بأطفال، ولات زغورة ما بين المدن اللي ولات معروفة بالظاهرة من بعد ما كانت زغورة بلاد الأمن والأمان والأعراف. شنو حقيقة الوضع هنا حول عصابة البحث عن الكنوز؟ منذ سنة 2017 وإقليم زغورة تغير رأسا على عقب. منذ بداية الشعوذة والكنوز والبحث عن الكنوز من طرف عصابة إجرامية والتي لا زال ملفها يروج أمام القضاء الاستنافي بوجازات، ها نحن في حالة استناف ابتدائية زغورة أمام قضية أخطر من سابقتها، لأن ما دام أن هناك استمرارية الجرائم
بمعنى اننا لازلنا نعاني ولازلنا نكبد خسائر بشريه بسبب هذه تلك العصابه، لان نبحث على راس الافعال الذي لازلنا نترقبه امتى سنصل الى راس الافعال. واليوم من خلال مرافعه الاستاذ المحامين الذين ترافعوا لفائدة الضحية ولفائدة المطالب بالحق المدني، تبين لنا من خلال ذلك أن العصابة عصابة إجرامية وليست المتهمة وحدها. نعم. أن هناك أطراف أخرى ويريدون تغطية جرمهم عن طريق المتهمة الممثولة أمام القضاء. وهنا تبين لنا أن بطر اليد لطفل حديث الولادة تبين من خلال مرافعات الطرف المدني ولا الطرف المتهمين، تبين أن هناك شكوك تحوم حول عصابة إجرامية داخل المستشفى الإقليمي لزاغورة، مما يتعين إعادة النظر والحكم بعدم الاختصاص في هذه النزيلة لإعادة الملك لسكته الحقيقية، والتي هو يجب أن يحاكم فيه المجرمون أو المجرم جنائيا وليس جنحيا. شكرا أستاذ. تحية. الاسم والصفة مرة أخرى. أحمد النجار، المنسق الجهوي لجهة درعا تافيلالت لمنظمة الدرع التضامن المغربية لحقوق الإنسان.